الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور يوسف الحميدي، منورنا يا فندم. الله يحفظك. هذه زيارة جميلة. الله يحفظك. عجبك الكلام اللي أنا قلته؟ هو الدراسة طبعا أهم نقطة فيها هي الست أقوى. ليه الست أقوى؟ لأن العمود الفقري عندها أكثر مرونة من الرجل. عامل المرونة الكبير جدا ده هو اللي بيديها مساحة أكبر من الحركة، وبيديها مساحة أكبر من التحمل، وبيديها مساحة أكبر وأكثر من إنها تعمل مجهود وما يعملش مضاعفات لو هي عندها لياقة بدنية جيدة. عالم المخ والأعصاب فيه تكنولوجيا تقدمت جدا، دخلت يعني التكنولوجيا ما شاء الله، وراء طبعا عمالقة كبار، شركات عملاقة بتدعم هذه التكنولوجيا، لأن هي لقت أنه أولا هي بتفيد البشرية، ثانيا هي تجارة جبارة مربحة بالمليارات، وخصوصا أن الشركات نجحت في توفير أشياء رائعة جدا. المناظير تحديدا تقدمت جدا بتكنولوجية العصر الحالي أو بتكنولوجية القرن 21، صح؟ ده حقيقة طبعا. وده احنا طبعا بنلمسه في شغلنا، هي الموضوع الحقيقة مش تجارة أكثر منه استفادة من العلم. بمعنى آخر، هذه الشركات لا ننسى الفضل الأكبر اللي حققته لنا، لأن مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من أصعب المجالات الجراحية على الإطلاق. يعني أصعب عملية ممكن تعملها هي العملية اللي هتتعمل في المخ أو في العمود الفقري. وده ليه؟ لأن الجهاز العصبي المركزي سواء كان المخ أو الحبل الشوكي العصبي، الخلايا التي تفقد فيه لا تعوض. وبالتالي دايما عندنا نقطتين مهمين جدا بنقول للمريض: ما تستخسرش في نفسك انك تعمل عمليتك باحدث التقنيات وباحدث الوسائل العلميه، لان كل ما هنستخدم تكنولوجي اكتر دي بتنصب على ان احنا نحافظ على الانسجه الطبيعيه بتاعتك اكتر. لما نفقد خليه مش زي لما نفقد مليون خليه. الحاجه الثانيه، ما تتاخروش يا جماعه، لان كل الجراحات الحديثه فكرتها منصبه على ان المريض ما يتأخرش، ما يقعدش لحد ما تجيلك مضاعفات. ما هو خد بالك من حاجة، في مرضى كتير بيبقى عنده انزلاق غضروفي، وهو الانزلاق الغضروفي ده له مسار طبيعي بيمشي فيه. في أغلب الحالات اللي احنا بنبقى قايلين ان في عملية، بنبقى عارفين ان ده لازم هيحصل انه يجي يوم يعمل عملية. ده الغضروف اهو، لما نبص على الفيديو، بص المرونة الجميلة دي، المرونة العالية بقى. كأننا حاطين بقى يعني ايه رمان بلي. بالظبط. ودي المرونة كمان اللي في المفاصل، اللي هي يجب ان نحافظ عليها بالرياضة، اللياقة البدنية الجيدة، وعدم الممارسات الخطأ سواء كانت الجلوس او التدخين او 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 هنا بقى لما بيحصل تضخم في الغضروف نتيجة المجهود الزائد، ده الجهاز العصبي اللي بنتكلم عنه اللي هو شديد الحساسية. بالتالي دايما كابل الرئيسي، الجراحات الحديثة كلها بتنصب على انها تحافظ على الانسجة الطبيعية. وبالتالي كانوا زمان يقولك ايه هنعمل للعيان، وفي اساليب كتيرة من متاعة النهاردة. ده الغضروف لما بينزلق بيخرج من مكانه، دخل كده زي الفتق، ده ملوش علاج، هيجي يوم ولازم يعمل عملية. كل ما عمل العملية بدري كل ما كان افيد، لان احنا مش زي الجراحات العادية هندخل نشيل عظم ونعمل ده المنظار دخل ازاي. شوف المنظار دخل ازاي. اول حاجه فكرنا فيها ان احنا بنحمي العصب بالاله بتاعتنا اللي بتعمل عمليه، يعني حطينها تحمي العصب، وبندخل نسحب الغضروف من تحت العصب بدون ان نؤثر على الانسجه الطبيعيه. تالي المريض ده مش هنستنى عليه بقى لما يحصل له سقوط في القدم ونقول يلا نعمل العمليه، ما هي خربت. يعني هو فكره الجراح اللي بيقعد يستنى على العيان لحد اخر لحظه، ده هو جراح عارف قدراته كويس جدا، وعارف ان العيان هيطلع من تحت ايده عنده شلل، فيقول لما يبقى داخل بالشلل احسن ما انا اجيبه له. دي الفكره القديمه والفكره اللي عند الجراحات التقليديه. احنا ما بنفكرش بهذا ابدا. جراحاتنا كلها بتنصب على ان انا احمي عياني من المضاعفات، امنع حدوث المضاعفات، ارجع العيان بتاعي بسرعه يشتغل ويتحرك، محرمهوش من اي حاجه كان بيعمل. المريض اللي كان رياضي هيرجع يبقى رياضي، بس كل حاجه بالعقل. مش يعني هنعمل الرياضه
بالتدريج بعد العملية. يعني لو أنا أقدر أعمل التدريج ده في أسبوع هقول لك اتفضل كمريض اعمل كل الرياضات اللي أنت عايزها في أسبوع. أنا يهمني ناحية التدريج عشان أعمل بناية للعضلات اللي كانت توقفت عن العمل، أصلح اللياقة البدنية بالتدريج، لأن لو هنصلحها مرة واحدة هنبوظ حاجات تانية. وبالتالي الجراحات الحديثة كلها هي تكنولوجيا بتفيد المريض. احنا بنتكلف كتير جدا، لان انا النهاردة سافرت من سنتين جبت مناظير، الصيف اللي فات اضطريت ان انا اجيب مناظير تانية لان نزل جيل جديد زي الموبايلات كده. ما انتوا كلكم عارفين الموبايل ايفون نزل السنة دي، بعد 6 شهور بينزل واحد تاني. احنا كمان في الجراحة يعني جراح المخ والاعصاب جراح شيك قوي، يعني انا ما بحبش ابدا استخدم الحاجة كتير، الحاجة استخداماتها في العمليات الجراحية لابد ان انا اجيب جديد على طول واستحدث حاجات حديثة، ما عودش استخدم الآلة اكتر من في حاجات كتير جدا بنستخدمها ديسبوزابل. يعني ايه؟ تستخدم بتيجي معقمة من برة بالكيس بتاعها، استخدمها العيان واحد، ده في الآلات الجراحية مش في الحاجات اللي بتركب. وبالتالي بقى عندنا يعني استحداث لحاجات كتير جدا كلها في خدمة المريض. هروح لمنطقة مهمة، المناظير عندما نسمع الحوار عنها نعتقد انه مفيش جراحة تقليدية موجودة دلوقتي خالص، ده الاعتقاد الاولاني. لما نفتح او لما نقرب شوية بالمنظار والمنظار الاعلامي يعني او منظار الفهم شوية نلاقي انه في الكلام هناك حالات ربما المنظار هيبقى مش مناسب ويبقى فيه جراحة تقليدية هي اللي هتتعمل تراديشنال، واللي يدخل المنظار هيتقن الجراحة التقليدية. انا عايز حضرتك احط لنا بقى دلوقتي الخط الفاصل كده ما بين الحالات اللي ينفعها جراحة تقليدية واللي مش ينفعها منظار، والعكس الحاجات اللي ينفعها منظار وما ينفعهاش جراحة تقليدية، عشان زي ما بيقولوا ايه نفض الخناقة بين الفريقين اذا كان في خناقة. هو ليس هناك اي خناقة، ولكن المبدأ بتاع فرق تسد. ايوة مفيش حاجة اسمها دي ينفع لها ودي ما ينفع لهاش. يا جماعة الجراح الشيك الحديث اللي بيخاف على مريضه اللي عنده أمانة علمية وعنده دقة بيقدر يستخدم المنظار، يقدر يستخدم الميكروسكوب، يقدر يستخدم الليزر، يقدر يستخدم كل تقنيات الجراحة أثناء إجراء العملية. أنا دايما بقول العملية دي لوحة جميلة جدا، أنا هرسمها بلون واحد اطلاقا، ده أنا ساعات أخلط لون على لون ولونين على لون، وساعات أدي لون خفيف وأدي لون، هو كده الإبداع لا يتوقف على الآلة أو التقنيات. الإبداع ده بيجي من العبقرية الجراح نفسه. أنت وأنت بتعمل العملية بتاعتك لك الحرية في أن تستخدم ما شئت، ولكن هات لي وطلع لي أحسن النتائج. ليست تحيزا للجراحات محدودة التدخل ولا الجراحة الملاحية ولا المناظير ولا الميكروسكوب، ولكن ربنا اداك نور زيادة تستخدمه ولا تقعد في الضلمة. بالتالي الجراح قبل ما يبقى جراح ويمسك المنظار بإيده لابد أن يكون جراح ماهر من الطراز الأول، لأن العملية بالمنظار أصعب على الجراح بكثير جدا من الجراحة العادية، لكن لصالح المريض، لكن لمصلحة المريض، وهي أكثر دقة وبتاخد مجهود وعايزة تدريب عالي جدا وأكثر تكلفة، وأكثر تكلفة بمراحل. إذن نحفظ كده كلنا، محدودة التدخل معناها محدودة التأثير السلبي على الأنسجة، محدودة التخبيط والتكسير والإضرار بالأنسجة المحيطة حول الهدف اللي انت داخله، مش محدودة النتائج، بالعكس ده هي واسعة النتائج دي طبعا. مهمة جدا طبعا. طيب هي جراحة في النهاية، أنا هسأل حضرتك بقى سؤال بتاع بطنة، يعني سؤالنا احنا البطنة، يعني هي جراحة، وأي جراحة احنا تعلمنا في الطب في البطنة بالذات كمان ان اي جراحة ليها مضاعفات. هل الجراحات محدودة التدخل كما هي مينيمال انفيزيف هتبقى مينيمال كومبليكيشن؟ هي صممت لكي تحد من المضاعفات، والحاجة تانية اهم هدفين ليها انها ترجع المريض طبيعي باسرع ما يكون. استفادت اورام المخ جدا بالجراحة الملاحية،
طبعا من اكثر الجراحة كانت اورام المخ كان في الافلام زمان وحتى في الواقع يقول لك ورم في المخ يا نهار اسود ده موضوع كبير وبتاع. دلوقتي اورام المخ وفي بينا كونكشن يعني انا بشرف جدا ان انا اشرفت على حالات باطنيه انت قمت بالجراحه الملاحيه للغده النخاميه فيها وكانت اللي عندها مشاكل في الغدد طبعا فبيبقى الكونكشن ما بين الغدد وما بين الجراحه في الحاله دي والما شاء الله الحالات بتبقى رائعه جدا. هي اكتر طبعا حاجه استفادت لان الجمجمه ده بوكس مقفول عشان تدخل فيه الخريطه الجغرافيه بتاعه المخ صعبه جدا. لما يبقى عندك وسيله بتدمج لك الخريطه الجغرافيه بتاعه المريض بتاعك على الاشعه على صوره المنظار والميكروسكوب دي حاجه جميله جدا لان احنا كمان كلنا خريطتنا الجغرافيه بتختلف التركيب التشريحي بتاع كل واحد فينا الى حد ما مختلف عن الاخر في بعض التفاصيل الدقيقه وانت لما تبقى بتشيل ورم من الغده النخاميه وده مكان شديد الحساسيه عندك اعصاب العين عندك الاوعيه الدمويه الرئيسيه عندك انسجه حيويه جدا عندك الغده النفس النخاميه ذاتها وما فوق الغده النخاميه وما فوق المهاد حاجات مهمه جدا. لما بتستخدم تقنيات الجراحه الملاحيه مع المنظار انت داخل عارف انت داخل فين هتشيل الورم عندما تنتهي من شيل الورم هيبان لك ان انت شلت الورم بالكامل وبالتالي ليس هناك اي مجال للخطا وبالتالي بتقدر ترجع المريض بعبقريه شديده ل ما هو قريب من الطبيعي اللي ربنا عمله. في المنطقه الخطره جدا للغضروف العنقي بيتخاف جدا من ان الغضروف العنقي في منطقه لا ترحم، منطقه الاصابه فيها او المنطقه الاصابه فيها الخاطئه تساوي شلل رباعي، هذا شيء لازم نحفظه. الغضروف العنقي خطير، فالجراحه الملاحيه وجراحات محدوده التدخل قيمتها ايه في الغضروف العنقي؟ بص من الطف واحلى العمليات اللي بحب اعملها عمليات الغضروف العنقي بكل انواعها حتى المريض اللي عنده شلل رباعي وجاي هنعمل له عمليه غضروف عنقي او تثبيت كسر في الفقرات العنقيه لان وجود التقنيات دي معاك في اوضه العمليات بيخلي العمليه اللي بتاخد 6 ساعات انت هتخلصها في اقل من ساعه. الحاجه الثانيه والاهم انك انت هنا الحبل الشوكي الرئيسي انت شايف انت فين وعارف بالتفصيل الممل كل معالمك هنا الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي وده الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي ضغط مباشر. لما هندخل بالطريقة محدودة التدخل احنا بندخل من فتحة صغيرة جدا جدا ما بتحتاجش تعمل فيها غرز بعد العملية شكلها ما بيبانش بعد كده. والأهم من هذا كله انك لا بتنقل دم للمريض بقى ولا بتقعد المريض ده تلبسه رقبة بعد العملية وتقول له ممنوع يتحرك زي ما احنا عارضين وزي ما احنا شايفين كده. الفتحات صغيرة جدا ما فيش فيها غرز وبالتالي المريض ده ما تشلوش عظم من العظم الطبيعي بتاعه شلنا المشكلة اللي كانت الغضروف اللي كان عامل المشكلة حطينا دعامة تمسك الفقرات وترجع المسافة ما بين الفقرات للوضع الطبيعي المريض ده هيطلع يتحرك عادي خالص. أصلي يا دكتور أصلي أوطي ألف رقبتي ألف رقبتي طب أنا مش محتاج ألبس رقبة ما انتش محتاج تلبس رقبة. والأجمل من ذلك أنك أنت كمان لو جاي في وقت مبكر أنت لن تحتاج إلى أي علاج تاني بعد العملية هتقدر تمارس كل أنشطتك وترجع للياقتك البدنية. في 3 عوالم اشتركوا مع بعض أو تدخلوا بشكل رائع جدا. العالم الأول عالم المناظير بدقتها والتكنولوجيا والإضاءة والمناظير فيها تفاصيل كتيرة خاصة بالعدسات خاصة بالمرونة بالحجم زي أن أنا هدخل لغاية فين. المناظير جنبها بقى عالم آخر وعالم الجراحة الملاحية بأشعاعاتها بأجهزة الأشعة ودقتها والتقدم فيها. ثم العالم الثالث العالم المهم مهارة الجراح المصري والمهارة المتخصصة اللي في الآخر كل ده عبارة عن أدوات. إزاي 3 عوالم دول مع بعض مفيش حاجة فيهم تظلم التانية للمهارة تظلم ويقول أنا مش محتاج الحاجات دي كلها ده لعب عيال ولا الحاجات دي كلها هي اللي تبقى مسيطرة واقول انا مش مهم المهاره مع الكلام ده بيقول بابا وماما. انا بتكلم بقى ايه لغه السوق. الحقيقه مفيش حد ممكن يتكلم ويقول بابا وماما احسن من الانسان اللي ربنا عمله. مفيش حد هيستبدل ابدا الجراح الماهر الشاطر الذكي جدا اللي بيطوع كل هذه الاساليب لخدمه قضيه واحده هي قضيته في الاول وفي الاخر لان المريض ده اغلى حاجه عندنا ان احنا نحصل على
نتيجة عالية الدقة، نحصل على وقت قصير، نحصل على مينيمال انفيزيف، احنا ما بنخليش العيان ده يتنقل له دم ويتعرض لمشاكل نقل الدم، ولا يروح الرعاية المركزة، ولا يلبس وسائل مساعدة زي الحزام والرقبة ولا الكلام ده كله. وبالتالي الجراح الشاطر شطرته بتنصب على تطويعه لهذه الأدوات والأساليب، إزاي يقدر يستخدم الأساليب دي كلها مجتمعة مع بعضها ويخلق يعمل منهم لوحة جميلة. ده كده احنا داخلين الأشعة بتصور جوه أوضة العمليات، وده بيبقى مع المناظير، مع الميكروسكوب، مع الجراحة الملاحية، بستخدم أكثر من وسيلة لأن عايز الدقة مضاعفة. مش دقة، مش بنشوف من زاوية واحدة، ما بنبصش من 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 من, من زاوية واحدة أو صورة واحدة، لا ده احنا بنبص ثلاثي ورباعي الأبعاد. وبالتالي ده هيخدمنا ان احنا هنحافظ على العصب بتاع المريض، هنحافظ على الفقرات بتاعة المريض، هندخل نعمل تثبيت للفقرة، ما بقاش عندنا مشكلة ان المسمار يدخل جوه مجرى العصب او يدخل جوه الحبل الشوكي، مفيش الكلام ده. او ان المسمار يدخل وما يثبتش الفقرة، او ان المسمار يدخل وما يعدلش التزحزح اللي موجود، الكلام ده غير وارد، لاني ما بعتمدش على المهارة فقط، وما ببقاش مغرور. ودي اهم حاجة، دايما ربنا سبحانه وتعالى كل ما اداك وسائل هتساعدك انت بتستخدمها، لان انت لما يبقى معاك اضاءة واتنين، ويبقى معاك غير الاضاءة، يبقى معاك خريطة، ويبقى معاك قمر صناعي، ويبقى معاك ومعاك ومعاك ومعاك، انت محتاج كل الوسائل دي والشطارة انك تقدر تدمجها وتطوعها في خدمة المريض. تعالوا نشوف الشارع هيسأل ويقول ايه. هل العلاجات الشعبية الخاطئة زي الحجامة أو تدخيل الخيوط أو إبر في العمود الفقري بتأثر عليه بشكل سلبي بعد كده، إيه مدى خطورتها؟ ده سؤال مهم، وسؤال يدل على الثقافة، وسؤال يدل على إن إحنا نجحنا بشكل كبير إحنا نوصل حاجة للناس. هي قالت الأساليب الخاطئة، بس عايز تفهم أكتر. أخطر حاجة في هذه الأساليب إنها بتنصب على إنها تشيل الألم فقط لا غير، دون تصحيح الخطأ اللي عند المريض. ربنا جعل لنا دايما المرض يظهر له علامات، هذه العلامات بتقول لنا يا جماعة في حاجة خطأ، هذا الخطأ إن ما صححناهوش النهاردة هيجي بعد شهر، بعد سنة، بعد عشرة، هيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي لما مريض يبقى عنده انزلاق غضروفي وانا كل همي ان انا اشيل الالم بس، والمريض عمال يحصل له ضمور، عمال يحصل له تاكل في الاعصاب، تاكل في الحبل الشوكي، ضمور في العضلات، شلل لا قدر الله، يبقى انا ضريت المريض. انا عامل زي اللي عندي جرس انذار بيقول ان في حريقه، وكل همي ان انا اجري اطفي الجرس، ما طفيش الحريقه. هو كده النهارده هذه الاساليب عيبها القاتل انها تنصب على العلاج الظاهري، مش حتى علاج تحفظي، ده علاج ظاهري. لمبة منورة حمراء بتقول في حريقة، وجرس بيرن بيقول في حريقة، جري كل هم ان انا اطفي ده، والحريقة عمالة شغالة مشتعلة، يبقى دي خطيرة جدا. الحاجة التانية انها بتدي مبرر للتراخي والتكاسل عند المرضى والخوف الاكثر، بترعبه اكتر. الحاجة الاهم من ذلك، كم مريض احنا عملناه، واعتقد ان احنا جبنا في هذا البرنامج منذ سنوات مريض كان حد بعصايه عامل له عمليه وعمل له شلل نصفي نتيجه استخدام العصايه باستخدام خطا لغضروف ما كانش ينفع معاه ده، وعملنا له العمليه وطلع وقال الكلام ده في البرنامج عشان يقول للناس يا جماعه ما تديش، ما هو بالعقل كده، هو واحد ليس لديه اي علم هيوازي حد خد دكتوراه من بره. ده انا بقول للمرضى لو احنا نملك وسيله نتعلمها هتفيدك، لو نعرف ان السحر هيفيدك هنتعلمه عشانك. ما انت امانه في ايدينا، وانت شغلتنا، وانت مش بس شغلتنا، متعتنا ان احنا نعالج وندي العلاج ونساعد الناس. دي بتبقى يعني اعتقد ان الطبيب اللي عنده الملكه دي او اللي عنده الشعور ده
عمره ما هيبقى فاشل. الحقيقة دائما بتبهرنا ودائما بنسعد بهذا اللقاء الممتع جدا. ضيف العزيز القمة الجراحية المتميزة الأستاذ دكتور يوسف الحميل، نورتنا دكتور يوسف. شكرا جدا دكتور. الحقيقة استمتعنا جدا مع الدكتور.